مرحبا بكم في حلقة جديدة من أنا الشاهد. نتعرف اليوم على تجارب عشتموها أنتم مشاهدين وقمتم بتدوينها بكاميراتكم الخاصة وأردتم تسليط الضوء عليها، هذا إضافة إلى مختارات من تقارير مراسلي بي بي سي. أهلا بكم. نتوقف عند غزة التي ترتفع فيها نسب البطالة إلى مستويات غير مسبوقة. السعودية ولأول مرة في تاريخها تسمح للنساء بالمشاركة في الألعاب الأولمبية. في العراق ورغم التفجيرات الأخيرة واستهداف مزارات دينية، توافد غير مسبوق على مدينة كربلاء. أصبحت مدينة الإسكندرية وخاصة المنطقة الواقعة بين كامب شيزار وسيدي جابر من دون شواطئ، أو هذه على الأقل وجهة نظر عادل عبد القادر الذي يعرض لنا مشكلة حرمان بعض المصطفين من التمتع بالبحر بسبب ارتفاع الأسعار أو تغطية الشواطئ باللوحات الإسمنتية. لنشاهد. بداية عشان طريق الكورنيش يتوسع ويعمل سيولة للمرور، اتردم الشاطئ الجميل ما بين منطقة كامب شيزار لغاية سيدي جابر، وأصبح بدل منطقة ما فيها رملة والناس تيجي تصيف فيها وتقعد تحط شماسيها وكراسيها، أصبح بلوكات من الأسمنت والطوب والصخر اللي لغى فيه الشاطئ، وده خلى الناس تهجر إنها تصيف من اسكندرية اللي كان بيجي لها دخل صيفي، خلي الناس محلات وفنادق ومطاعم وكافيتريات تكسب في خلال فترة الصيف وتجيب مصاريفها تسترزق عشان تعرف تقضي فترة الشتاء من مصاريفه، مصاريف مدارس وعلاج وأكل وشرب. أصبح الشاطئ زي ما احنا شايفين ما فيهوش رملة عشان الناس تقضي فيه يوم سعيد وجميل ما بين الشمس والهواء والمية، وتحددت دلوقتي شواطئ اسكندرية بقت بعدد محدود بأسعار سياحية غالية جدا. دلوقتي هنشوف تجربة عملية خلف الأسعار وهنشوف، ونحاول ندخل الشاطئ اللي كان مجاني بدخله السنة اللي فاتت مع أولادي الناس وحبايبي. نقدر نقول طبعاً على المزاجر، المزاجر السنة كنت بدخل هنا من غير معايا، السنة دي خدوا المزاجر مليون ونص. مزاجر يعني تبع ايه ده؟ تبع ايه؟ تبع سيد سياحة. دلوقتي مفيش شواطئ مجانية ممكن اجي لأولادي، يعني طب انت اشترى بكام؟ 6 جنيه. 6 جنيه واحدة كده الساعة كانت 20 متر واحدة كانت في السرقات. فين بقى؟ سيدوش ناحية سينما منتظر. لكن أنا مش كل ستة جنيه كل التذكرة؟ 4-5 تنفار يعني 24 جنيه. عايزة ميزانية لوحدها. زي ما شفنا شواطئ سياحية اللي أسعارها غالية المحدودة أثرت قد إيه على الهجرة السياحية في فترة الصيف اللي كان بنقوله بيسترجع منها الإسكندرانية، وأثرت على اقتصاد أهل إسكندرية. وأصبحت الشواطئ المحدودة هي اللي بتكسب، ويا عيني كل شواطئ إسكندرية اللي اتردمت لمصلحة مين؟ مش عارف. أبو حميد عاد تعتبر البطالة في قطاع غزة من أكبر المشاكل التي تواجه الفلسطينيين بسبب الحصار الاقتصادي والإغلاق المتكرر للمعابر، هي أزمة تنتشر خاصة بين فئة الشباب. في المشاركة التالية يرصد لنا نبيل مسمح هذه الأزمة. الوضع الفلسطيني، إن الوضع في قطاع غزة لا يخفى على أحد. كما تعلمون في قطاع غزة نسبة البطالة مرتفعة بشكل رهيب جدا جدا، كما قرأت في أحد المجلات نسبة البطالة في قطاع غزة أكثر من 40%، أي أعلى من أعلى نسب معدلات البطالة في العالم. وإذا ما ذهبت إلى أي شخص، هنا ذهبنا إلى شخص
المحلات الديجيتال والسطلايت، فهو سرديد جامعه كان سرديد بكليه الهندسه، فلا يوجد لديه شغل. كنا نود ان نعمل معه لقاء، للاسف الشديد لم نجد. ذهبنا الى احد الاخوه الاخرين وهو عباره عن محلات تاجير الصوف والفراش، وجدناه هنا ايضا يعاني من البطاله ويعاني من قله العمل والشغل في وضع الحصار الذي نعيش فيه في قطاع غزه. الشغل يعني ولما تسافر الوضع تكهرب، مفيش شغل ولا حاجه، ومعانا قاعدين وغير باخذ ربوي من صار عشان احصل، واذا نسافر مفيش العمل مسكره. حتى عندنا الوظائف الحكوميه لو نظرنا بالامس الى وزاره التربيه والتعليم في قطاع غزه، قدم للامتحان الوظائف التعليميه في قطاع غزه 23,000 خريج، 23,000 متقدم. وزارة التربية والتعليم بحاجة إلى 500 معلم فقط، يعني من 23,000 فقط بحاجة إلى 500 موظف فقط لا غير. إذن العدد الباقي ما يقارب سيبقى 22,500. إذن هدول على عمال البطالة. لو نظرنا إلى الخط الأخضر، من كان يعمل داخل 48، نجد أنه اليوم بسبب الحصار وبعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة وقفل معبر إيرز، أصبح لا عمل لهؤلاء الأيدي العاملة داخل الخط الأخضر. لو نظرنا إلى الحدود مع مصر، أصبح المعبر تجد صعوبة، ومن يريد أن يهاجر إلى بلد أوروبي تجد أن الوضع غير مستتب لأنه فلسطيني. وكما تعلمون معظم الدول الأوروبية أو الخليجية لا تسمح للمواطن الفلسطيني أو الغزي بالإقامة في بلده. نتحول الآن إلى أخبار الرياضة. ففي الصومال اكتظت مدارج أحد الملاعب بالمتفرجين وافترش كثيرون منهم الأرض، ليس إلا لمشاهدة إحدى المباريات في بلد يفتقد إلى أبسط مقومات الأمن والاستقرار. لنتابع المزيد في تقرير مراسل بي بي سي علي حلني من موقديشو. مباراة لكرة القدم في موقديشو بين فريقين محليين ضمن فعاليات الدوري الصومالي، ولكنها تعني أكثر من مجرد مباراة رياضية لسكان العاصمة الصومالية، فقد كان احتشاد كروي بهذا الحجم أمرا خارج التصور حتى وقت قريب بسبب الحرب الأهلية التي حالت دون إقامة هذه المناسبات الرياضية خوف التفجيرات. لم أكن أحلم بمثل هذه المناسبة، أتمنى أن يفوز فريقي وتكون لدينا فرصة لرفع الكأس وهو يلمع ونحتفل به كما تفعل البلدان الأخرى. هذا الملعب الجامعي سلم جزئيا من الدمار الذي لحق بالمرافق الرياضية في موقديشو، واختير لإقامة الدوري فيه هذا العام، والذي يتنافس فيه 8 فرق لكرة القدم، ويتأهل الفريق الفائز بالكأس للمنافسات الإقليمية. إنها متعة كبيرة أن أشاهد هذه المباريات بشكل مباشر بعد أن كنا نتابع المناسبات الرياضية الإقليمية والدولية عبر الشاشات. إن الأمر تغير الآن نحو الأحسن في بلدنا ونتمنى المزيد. وملأ المشجعون المتحمسون مدرجات الملعب، وآخرون افترشوا الأرض لمتابعة المباراة التي تجرى بين الفريق الأصفر هورسيد وبين الفريق الأزرق السحافي، وهما متنافسان قويان في الدوري المحلي. أنا لا أشجع فريقا بعينه، ولكني مسرور بأننا كسرنا حاجز الخوف وتمكننا من الذهاب إلى الملاعب بعد أن كنا نغلق البيوت على أنفسنا في السابق بسبب الخوف من الخروج. وقد سيطر الهلع للحظات على مدرجات الملعب بعد أن أشاع متأخرون لم يجدوا مقاعد بوجود قنبلة في الملعب، فهربت أعداد كبيرة فاحتلت مقاعدهم، وما أن انكشفت الخدعة حتى عادت الأمور إلى طبيعتها واستنفت المباراة.
خرج عشاق كرة القدم المتحمسون في العاصمة الصومالية ليؤكدوا بأن مقديشو تحولت من مدينة حرب ودمار وأشباح إلى مدينة وجدت طريقها نحو السلام. علي حلني، بي بي سي، مقديشو. قبل أسابيع قليلة من انطلاق أولمبياد لندن، سمحت السعودية ولأول مرة في تاريخها للسيدات بالمشاركة في هذه المنافسات، في خطوة تعد حدثا هاما بالنسبة للمرأة السعودية. وكانت هذه القضية قد أثارت جدلا واسعا، ما دفع بعض الناشطين إلى الدعوة إلى منع الوفد السعودي ككل من المشاركة في أولمبياد لندن. ومن بين هؤلاء علي الأحمد، مطلق حملة No Woman No Play، أي لا رياضة بدون نساء، وهو ينضم إلينا الآن عبر سكايب من مدينة واشنطن. سيد علي، ما هو تعليقك على القرار السعودي الأخير؟ القرار السعودي الأخير هو محاولة للالتفات على المطلب الرئيسي من منع السعودية من المشاركة في الألعاب الأولمبية. مشاركة 5 أو 6 أو 100 أو 1000 فتاة سعودية في الأولمبياد لا يلغي الحقيقة بأن الحكومة السعودية تميز ضد المرأة وتمنعها من ممارسة الرياضة في داخل البلاد. ملايين النساء في السعودية محرومات من ممارسة الرياضة وتعلمها، فهذا القرار محاولة الالتفات، ونحن نبهنا على هذا الموضوع لأن جنوب أفريقيا العنصرية قدمت كانت تسمح للسود ممارسة الرياضة، وأيضا قدمت رياضيين سود للمشاركة في الألعاب الأولمبية، ولكنها منعت من ذلك. فهذا القرار لا قيمة له الحقيقة، وخصوصا عندما ترين بأن القرار أو البيان السفارة المقتضب لا يعطي أي تفاصيل أو أي تعهدات محددة، فلا قيمة له. وإنما هو كان الغرض من تخفيف الضغوط الإعلامية ومحاولة تصوير بأن المشكلة انتهت، بينما هي لم تنتهي الحقيقة. ولكن ألا تعتقد أن هذه تعد خطوة إيجابية على درب إشراك المرأة وربما أعطائها المزيد من الحقوق على الأقل في مجال الرياضة؟ من خبرتنا مع الحكومة السعودية نعلم بأن هذه الخطوة هي خطوة فقط لتأخير الهدف الأساسي. كما قلت، هذا لا يلغي المشكلة القائمة بحرمان ملايين النساء، هذا لا يلغي المشكلة القائمة بأن المرأة في السعودية لا زالت تعتبر تابع للرجل. لا يمكن إشراك السعودية في الحركة الأولمبية أو في أولمبياد لندن إلا إذا التزمت بالمعايير الدولية بالنسبة للمرأة. على اللجنة الدولية الأولمبية إبعاد السعودية من اللجنة ومن المشاركة في أي نشاط رياضي دولي حتى تلتزم بالمعايير الدولية والقانونية التي سنها الدستور الأولمبي. لدينا نص قانوني هو الدستور الأولمبي وسابق قانون قضية جنوب أفريقيا وقضية أفغانستان تحت حكم طالبان، فيجب على اللجنة الأولمبية والحكومة البريطانية الالتزام بالدستور الأولمبي والقانون الدولي في هذا الموضوع. وهذا ما أردت أن أسأل عنه، ما الذي برأيك دفع اللجنة الأولمبية السعودية إلى تغيير موقفها قبل أسابيع قليلة من انطلاق أولمبياد لندن؟ هي كثرة الضغوط، ونحن يعني شددنا الضغوط عبر وسائل غير علنية يعني، وقلنا للجنة الأولمبية بكل صراحة بأننا نحن سنفتح ملفات ربما تسيء للجنة الأولمبية، لأن لدينا معلومات حول بعض المعلومات يعني أو التصرفات معينة لن نفصح عنها حاليا إلا إذا امتنعت اللجنة الأولمبية عن الالتزام بالدستور الأولمبي. هذا القرار حتى ولو كان قرارا لن يغير من الأمر شيئا كما ذكرت، إلى أي مدى يمكن أن يؤثر على وضع المرأة السعودية؟ أنا أعتقد الآن سنرى هناك محاولات حكومية لتبرير هذه الخطوة داخليا، لأن الحكومة السعودية تريد أن تحافظ على مجتمع يعني تسيطر اجتماعية عبر استخدام الدين. فهناك تناقض ما بين تشجيع الرياضة النسائية في تصور الحكومة السعودية طبعا وفي خطابها الديني، وما بين الرياضة النسائية وما بين الخطاب الديني الرسمي للحكومة السعودية. نحن لا نريد أن نحل مشكلة بسيطة ونحل مشكلة 5 أو 6 نساء، نحن نريد أن نحل مشكلة 9 ملايين امرأة في داخل السعودية في حقهم في ممارسة الرياضة وممارسة السياسة. الهدف الأساسي من هذه الحملة هو ليس ممارسة الرياضة فقط النسوية، وإنما هي الممارسة السياسية والممارسة الاقتصادية، وهدف يعني مشاركة
نساء سعوديات في الأولمبياد ليس هدفا بحد ذاته، الهدف الأساسي هو تحرير المرأة سياسيا واقتصاديا ورياضيا أيضا. نعم السيد علي الأحمد الناشط السعودي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من واشنطن، شكرا على انضمامك إلى برنامج أنا الشاهد. التفجيرات الأخيرة التي استهدفت زوارا من الشيعة في العراق ومواقع دينية أثارت المخاوف مجددا من عودة العنف الطائفي وربما رجوعه إلى الذروة التي كان عليها بين عامي 2006 و2007، لكن المشارك التالي يقول إن تلك المخاوف لم تؤثر على أعداد الوافدين إلى مدينة كربلاء. تضم أرض العراق أضرحة العديد من الأنبياء والرسل بالإضافة إلى 6 من أئمة الشيعة الاثني عشر، وقد اعتاد الشيعة زيارة أضرحة أئمتهم في ولادتهم ووفياتهم بعد مقتل الإمام علي بن أبي طالب في مدينة الكوفة. وفي العراق بعد غزو العراق من قبل القوات الأمريكية تنفس الشيعة الصعداء وانطلقوا في مسيرات مليونية في كل زيارة من زيارات أئمتهم، فمدينة مثل كربلاء وهي مدينة صغيرة يؤمها في يوم الخميس فقط قرابة 2 مليون زائر، بالإضافة إلى الزيارات المليونية الكبيرة كزيارة الأربعين التي يؤم هذه المدينة فيها قرابة 14 مليون زائر، علاوة على الزيارات الأخرى كزيارة الشعبانية وغيرها من الزيارات الكبيرة. وبالمقارنة بين هذه المدينة الصغيرة وبين مدن كبرى كمكة والمدينة بحجم الخدمات التي تقدم فيها، نرى أن هناك معجزة حقيقية بحيث يقوم فقراء الشيعة مع أغنيائهم بإطعام وإيواء الملايين من هؤلاء الزوار. ويتحدث الزوار الشيعة الكثير من الانتحاريين الذين يفجرون أنفسهم في أجساد الزوار، إلا أنهم يصرون على الزيارة ويعاودون الزيارة عاما بعد عام بازدياد مضطرب. أحمد المواشي لبرنامج أنت شاهد، بي بي سي العربية. نشكر كل من ساهم معنا في هذه الحلقة، نحن بانتظار المزيد من مشاركاتكم على البريد الإلكتروني shahed@bbc.co.uk. أرسلوا لنا شهاداتكم عن موضوعات قد تعرفونها أنتم وتجهلها كاميرات المراسلين. أنا الشاهد بانتظاركم، إلى اللقاء.